تابع انه سيفي مالتكم يعني عرض كل طالب هو بايده يشتغل، ما اريد انه تروحون على ابو مكتب، ترى اعرف انه الطالب المبتدئ هذا شغله، حتى لو شيء خطا ما تعرفون اوكي انا ما عندي مشكله، بس اريد الطالب ايده يشتغل، اللي اريد منكم تسوي البيبر ورقه تستفد بيج لبيج وحده تقول فيها اسمكم الثلاثي، تلونون الاسم، شو انت شنو بدكم تسوونه؟ تسوون ايطال البيبر مالتكم، مواليدكم، كل شيء، شو عيشكم انتم سي في الكم، يعني انا اعطيتكم مطلق الحريه انه تسوون سي في الكم، زين هواياتكم شنية، كل شيء شو عيشكم تكتبون اكتبوا لي، زين؟ وسلموني اياه الاسبوع القادم، اوكي؟ هذا عليه 10 درجات. ماشي طلاب؟ واضح؟ اسوي تدرون اليوم اسوي لكم فيك تيست قدامكم حتى انه تعرفون شلون تستخدمون تسوون البيبر؟ تريدون؟ اي يعني اليوم اخلي انه اعلمكم الهوم ورك شلون تسويه ونيكست تايم الاسبوع القادم ناخذ المحاضره، بس انا داهمتكم هذا حتى اعطيكم عليه درجات. يعني انا اريد ويا الامتحان بلس هذا التقرير تسوي لي اياه. سمينار. اوكي؟ يلا هسه بس خلي نسوي شيء للشاشة. ويت. حلو طلاب هذا تتعلمون السي في، يعني ان شاء الله ما تتخرجون تشوفوا شلون تروحون لين، ليش تروحون للسيرش جوجل كيف يعني كتابة السيرة الذاتية، لا أنا أعلمكم حتى إنه يفيدكم بالمستقبل إن شاء الله. طلاب تقعد تشوفون الشاشة؟ الكتابة بس ها اوكي راح اسويكم هاي راح اسويكم فد بس راح اشوفكم بالتيس عشان تعرفون شو معنى السي في، اوكي؟ عندكم السي في مالتي حتى بعد اعلمكم شلون تستخدمون شلون تسوون السي
سيبي. ظهريكم هسه السي في يا جروب حلو والاي ظهريكم الاي طالعة يا دكتور حلو تديو الاي ظهريكم الشاشة اوكي لا شوفوا هذا عندي السي مالتي قديم يعني مو هسه فبالبدايه تحبون تخلون صورتكم شخصيه اوكي هسه عندكم صوره بعدين تكتبون هنا اسمكم ويا جامعه ومخرجين اوكي هات بالسيادات تكتبون اسمكم الثلاثي الشهادات اللي انتم ماخذيها ان شاء الله يعني عشان يبقى اهل بكالوريوس والدبلوم والماستر وطالبة دكتوراه، اوكي؟ الميلاد مالتكم تكتبونه، شنو الدورات انتم مثلا داخلين؟ توفل، حاسوب، شنو انتم؟ المهارات شنو تستخدمون المهارات مالتكم؟ المايكروسوفت، الاوفيس، الوورد اللي هو كل يتكون، الوورد، الاكسل، الباوربوينت، اضافة البرامج اللي استخدمها اللي هي اوتوكاد، 3 دي ماكس. اوكي وهات انتم شنو مهاراتكم انه احنا سريعين طباعة العمل على تطبيقات الحاسوب والانترنت بالنسبه للمهارات الفنيه بالنسبه للغات شنو تتكلمون انتم اللغات اللغه العربيه اللي هي لغه الام واللغه الانجليزيه واذا واحد عنده ثاني لغه اخرى عادي كتير. اوكي هاي العمل السابق شنو انتم كتبتوا العمل السابق هاي تبدون انه اني مثلا سابقا العمل مالتي شركة نيكس للاستشارات الهندسية في دبي، بعدين الجامعة المستنصرية كلية الهندسة، بعدها انه هساني حاليا هاي هذا قلت لكم هذا قديم يعني تدريسية بالحكمة وبالفراغ اضافة هسه كلية الفراغ. فانه هذا قديم ما تعتبر. فهذا وبعدين تكتبون اخر شيء العنوان مالتكم انتم وين؟ اضافة الهاتف المحمول والبريد الالكتروني خلاص. هو هذا تخصيص ذاتي، هاي بالنسبة لي انا. بالنسبة انتوا لكم طلاب انتوا اول شيء راح تكتبون اسمكم الكامل اسمكم وعلى شهادة شنو هسه حاليا انتوا حاليا ثالث اعدادي حاليا انتوا طلاب جامعة التراث قسم الصيدلة مرحلة ثانية هاي بالنسبة للشهادة تاريخ الميلاد تكتبون المواليد مالتكم يا يوم وين بغداد يعني شوف وين انتوا الدورات شو الدورات اللي ماخذيها شنو المهارات اللي عندكم اي واحد مثلا شنو عند المهام اللي اكو بيهم يستخدمون البرامج اكو بيهم مثلا عندهم مهارات رسم اكو بيهم يعني شو المهارة انتم هوايتكم تكتبوا لي اياها اوكي اللغات شنو انتم اللغه العربيه اللي هي اللغه الانجليزيه اذا مثلا واحد يعرف الماني كردي فرنسي اكتب اوكي عمه شو تقدروا تشتغلون صيدليه حاليا اذا شنو العمل اللي كنتوا تشتغلونه كتبون اذا ما عندكم عمل كتبون لا تكتبون عمل عنوانكم تكتبون واذا عندكم هو البريد الالكتروني مالتكم والهاتف مالتكم اوكي واضح طلاب؟ واضح دكتوره حلو هذا هذا الطلاب هذا يريدونه من عندكم ان شاء الله من يعني ان شاء الله من تتخرجون فاوريدي انتم راح تقدمون على اي يعني على اي فرصه عمل يبدون من عندكم السي في فهذا السي في مالكم اوكي؟ بس عرفتوا شنو اقصد بالسي في؟ السيره الذاتيه؟ تمام حضرتك هسه انا راح ابدي وياكم نسوي السيره الذاتيه مالتنا اوكي؟ حلو؟ فشي اليوم يعني محاضره شوي خلي نغير لكم المود مالتكم. زين.
تحبون السيرة مالت الذاتية مالتكم تصير تسوون انجليزي عربي كيفكم. بما احنا ندرس كمبيوتر عربي فنسوي لكم يعني الوورد مالتكم عربي، لانه انتم يعني صيدلة جامعة بغداد تاخذون الكمبيوتر عربي. زين هسه اني اريد اكتب بالبداية اكتب اريد اكتب السيرة الذاتية، اوكي؟ هسه انا راح ابدي السيرة الذاتية. دكتورة الصورة سادة شو؟ سوري اسوي لكم شيء بالشاشة. هسه جروب الاي ظهرت لكم؟ اي دكتوره ظهرت. تمام. مو جروب الدي؟ ايوه خلص. تمام. هسه هذا ظهر الوورد. اوكي؟ انا هسه ابدي اول شيء، تحبون اول شيء نضيف صوره؟ اي دكتوره. تحبون تضيفون صورة تريدون؟ اوكي. تروحون على انسيرت، هسه اني على الهوم، هاي الصفحة الرئيسية الانسيرت اللي هي الادراج. يطلع لكم هنا هاي الصورة. تروحون على الصورة، اوكي؟ هسه مثلا عندي هذا مال قسم الصيدلي، كنت تروح انتم اي صورة وين حاطوها بالديسكتوب؟ تنقرون عليها، تحطوها انسيرت ادراج. تاروها، تيجي تضغطوها عليها، تصير هنا. ظهرت عندي، صارت عندي الصورة. واضح؟ عرفتوها عيد؟ تروحون على انسيرت، خلي قلبي. اروح على انسيرت، هنا الصورة، تطلع لي الصورة هنا، اسوي انطيها كليك، وبعدين انطيها ادراج. صارت عندي الصورة. حلو؟ هسه احنا صارت عندنا الصورة. زين انا الصورة اريد اصغرها، اكبرها، بابدي اصغر، اروح الحواف. ابدي اصغر الصورة، اروح على الحرف هنا، ابدي اصغرها، صغرت الصورة مالتي، خليها بالسنتر هنا، اوكي؟ اجي على هذا السهم، عرفتوا؟ اكو هاي الخطوط، هي هاي اللي تحكمون بيها، تبدوها هنا، تبدوها هنا، حيطلع لكم هنا تبدوها صغيرة، كبيرة، متوسطة، لا انا اريدها بالسنتر. فاختار هاي الثانية راح تصير عندي بالسنتر. اوكي؟ ارجع مرة ثانية، هاي الصورة كبيرة، اريد اصغرها. ارجع الحواف، ابدي انا راح اصغرها. تمام حبايب؟ واضح؟ الثاني خليت شعار من كلية التراث قسم الصيدلي. هاي انتم مو تخلوا قسم كلية التراث، لا خلوا الصورة مالكم الشخصية. اوكي؟ عرفتوا؟ هسه اللي هنا احد عنده سؤال؟ شلون ضفنا الصورة؟ طلاب وياي؟ ما صح على السؤال. واضحة؟ اي واضحة دكتورة. واضحة دكتورة. تمام عيني. هسه انا ابدي، هسه اريد ابدي اكتب. انا اوكي، هاي بديت كتبت. اجي اروح على حتى السهم مالتي. من اخذ الصورة انطي انتر. ليش انطي انتر؟ حتى ابدي اقدر اكتب. شو بدي اكتب؟ اكتب اسمه الثلاثي، اوكي؟ راح ابدي اكتب اسم الثلاثي دعاء حميد. هذا هسه السايز مالته شنو؟ هذا الحجم مالته؟ لازم انا شو اسوي؟ اكبر. عندكم اوبشنات هنا، تقدرون من هنا من تقللون راح يطلع لكم هنا السهم، تقدرون تزيدون السايز الخط مالته 20 22 كيفكم؟ خليني اكبر بعد اكثر لان بس لازم يطلع حلو مرتب. اوكي زين انطي بولد. اوكي زين خريجة شنو اكتب الثاني؟ اكتب خريجة سموه اكتب دعاء حميد. خلاص نرجع لها طيب بعد ترجعون شلون هسه اني احنا شايفين اكتب خريجة شنو اني؟ هندسة معماري.
نفس البعض حاليا سارق في كلية فراسي. هسه اسوي انت نسبة انت راح تصير عندي بيبر ثاني. اي كل ما انطي انت كل ما تصير عندي بيبر ثاني. تشوفون هذا السهم صار عندي هسه بالسنتر. اوكي انا اريده بالسنتر. اكتب السيرة الذاتية اللي هو السي في. هات شلون تسوون يعني يصير يعني يملع لكم الحرف، دوسوا على شيب حرف التاء بالكيبورد فيصير عندكم يجي. اوكي سيرة ذاتية انت الثاني ما هم صار عندي بس انت. لا انا شنو اريد اكتب هسه؟ اريد اخليه بالبداية البيج مالتي. ادخل على السهم الطلاب هذا بالسنتر، هذا الثاني حيكون بداية الورقة مالتي. اوكي زين شنو قلنا نكتب اول شيء هسه؟ احنا نختار اول شيء نبدي اول شيء نحكتب اني من نرجع مره ثانيه حكتب الاسم مالتي ايضا. يعني انا هاي كبدايه انطيتها صفحه مالتي، هسه اكتب الاسم الكامل. شو حسوي هسه اني؟ راح اصغر الكتابة فقط لبداية السيرة الذاتية، يكون السعر ما كبير على حاجي اصغرها اسوي اللي هو كم محتاج 14 او 16 خلاص. اوكي انطيها من الفولد هو انطيته اوريدي وراح اكتب اسمه. اوكي هذا بالنسبة لاسم الكامل. اسم مواليد لازم نكتب بالعكس. بدون هنا بس فقط الاسم الكامل. هنا اجي على هذا اعطيه تفضيل، ارد اواخر الفولد. ليش؟ حتى بس بدايه الاسم الكامل يكون فولد، هذا لا. الموالد كذلك همينه اضغط عليه طيب اسلكه، راح اواخر الفولد حلقه بس المواليد يكون فولد يكون احسن. اوكي بعد شنو تريدون نكتب؟ نبدي هسه، هسه احنا خلصنا نبدي على الشهادات. طلاب البيت واضح لكم هسه الصورة؟ ايوه حبيبتي. حبيبي هسه انا هاي الشهادات ابي فلان اظللها ما اريد اخليها، فاجي على هاي اللي يكون حرف الـ A انا حابب اغير الكتابة مالتي. اقدر اختار الاحمر او اختار الزيتوني او السمائي. اوكي شذري هسه انا اريد اصغرها لانه هو كلش يعني صغيرة، فاسويها 20 مثلا. اذا سويت 20 فلازم اوردي كل دني 20. خلي بس الأساسية بدو كيفكم شنو يعجبكم سووا لي اياها. زين الشهادة شلون عم بيها سوى النجمة؟ هنا بالسيتنج هاي تختاروا شو تريدوها. هاي اوكي هاي النجمة، فانا جو سوى النجمة. زين راح ارجع شنو هسه؟ اريد اكتب الشهايد مالتي. انا اريد اخذ بس النجمه والشهادات لون، حرجع للون الاسود.
ايضا اروح على ال اي بعدين تكتبوا كل شيء بدو غيروا الالوان لانها راح يظل لانها بدا هذا اللون فلازم يصير كله نفس اللون بعدين ارجع اغيره واضح صح ابي اسلك كل ميته لون واحد بروح عليه اوكي ها اوكي طلاب هسه عرفتوا شلون سويتوا اوكي دكتور حلو هسه كبداية ارد ابدي هنا عندي السيره الذاتيه ما اعطيها اللون ايه احمر بدنا شهادات نكتبها من سيف شلون؟ الشهادات نكتبها شنو من سيف انتم حاليا تكتبون جنسات اعدادي في المدرسه مالكم حاليا تكتبون نقطه ثانيه انتم هسه حاليا طلاب مرحله ثانيه قسم الصيف جامعه الكرم انساني حالي هسه شنو بعد نكتب؟ خليني ارجع اكتبوها وياكم، اول شيء الشهادة، بعدين تاريخ الميلاد نكتب البداية اوريدي، الدورات، كنت الدورات شنو عندكم انتم الدورات ماخذين؟ مثل ما انا حاليا احنا لازم نكون كمبدئية من نبدي ندرس دراسة عليا اليوم عندنا لازم الكمبيوتر والتوفل. اوكي؟ فاحنا نكتب الدورات مالتنا. ايضا همينا وانطي نفس الديزاين، بعدين الدورات شنو عندكم؟ المهارات، شنو المهارات مالتكم انتم؟ اوكي والبرامج شنو تستخدموها حاليا يا لغه تستخدمون انتم حاليا شنو اللغه اللي عندكم الاضافيه العملات حاليا عندكم عمل اذا ما عندكم عمل اوكي تركوها العنوان مالتكم هاي في احد عنده سؤال؟ طلاب احد عنده سؤال؟ طلاب وياي؟ احد عنده سؤال؟ شيء مو واضح؟ كلش فتحت هواياتكم يعني اسمكم، الشهاده اللي عندكم، شنو يعني شنو يعني اللي ببالكم تقولوا بالسيره الذاتيه. اوكي؟ هسه كتبوا يمكم دروس اقلام حتى تعرفوها انه شنو السيره الذاتيه ما تتكون اول شيء اسمكم الثلاثي نعم حبيبي لا حبيبي تسويها بورد انتي تتبعوها تبعثوا لها اللي سوف دايركت على المنصه او تكتبوها ورقي وتجيبوا لي اياها هي حتى لو بيبر ورقه مو مشكله بس كتبوها يمكم طلاب رؤوس اقلام خلوها يمكم السيرة الذاتية ما تتكون الاسم الكامل ثلاثي الشهادات قاعد تكتبون اي دكتورة يلا الاسم الكامل الشهادات تاريخ الميلاد اوكي العنوان السكن محل الولادة
الدورات اللي هي تكون يا دورة داخلية كمبيوتر، توفل، انجليزي، اي دورة داخلية تكون بيها. زين، المهارات الفنية، شنو المهارات؟ مثلا انا عندي مهارات انه انا استخدم برامج مالتي اللي هي الاوتوكاد، 3D ماكس، الباوربوينت، ها شنو انا هاي مايكروسوفت الاوفيس كلها تتكون من وورد، الاكسل، باوربوينت، هاي كلها هي المايكروسوفت الاوفيس. اضافة البرامج الاخرى اللي هي الاوتوكاد اللي احنا برامج مالتي هندسية. وشنو تجدوه انتو سريعة في الطباعة، احنا نعمل على تطبيقات الحاسب، شنو واحد مهارات يكتبها. اللغات لازم تكتبوها، شنو اللغات مالتكم؟ اللغات العربية، انجليزي، الماني، تركي، شنو اللغات مالتكم تتكلموها انتو تكتبوها. زين، العمل اذا حالنا تعملون او لا ما عندكم عمل تلقوها، والعنوان مالتكم. احد عنده سؤال طلاب؟ هذا الاريا من عندكم، هذا علي 10 درجات. جيبوا لي ورقيه نتداوموا ان شاء الله الاسبوع القادم، مو بكره، الاسبوع القادم. اوكي شكرا. هسه واضح شلون تعرفون شلون تستخدمون الوورد شلون تطبعون؟ انا لكم حتى لو يعني كتشي سمبل ما عندي مشكله، بس مو تروحون على شخص يسوي لكم ترى على الطلاب، مبينهم طالب بعد مبتدئ بالوورد. تمام. اوكي؟ اوكي. بلغون زملائكم مصطفى، نسمة، آيات. ماشي؟ تمام دكتورة إن شاء الله تمام. تمام. بالنسبة هسه المحاضرة مال اليوم، أنا اليوم يعني ضروري إنه أتكلم وياكم في الهوم ورك على مدى إنه درجات مالتكم مالت، ووضحتكم شلون استخدم الوورد يعني كسيرة ذاتية. فهنا أحد عنده سؤال بعد شيء مو واضح، ما يعرف شلون يستخدم الوورد، خلي يقول لي حتى أنا هسا أعلمه. عرفتوا شلون أضيفون الصورة؟ مو الا لا، بس هاي حلوه لكم انتم ان شاء الله يعني بالفيوتشر المستقبل انه تضيفون الصوره مالكم اللي هي تكون الاوفيشالي، وبعدين تكتبون اسمكم بالسنتر وتكملون. فبراحتكم تضيفون الصوره، تضيفوا الصوره على راحتكم طلاب. اوكي؟ زين. هسه خلينا شوي ناخذ المحاضره ونتم ان شاء الله الاسبوع القادم، اوكي؟ طلاب احنا بال الامتحان اخذنا كملنا الوورد، ما لو كملناه وانما احنا اخذنا فد بارت من عنده، فاللي هسه راح ناخذه هذا مجرد ريفيو، يعني هذا بس لكم يبقى، يعني هذا تكلمت انا بالمحاضره السابقه، فاذا تحبون نتكلم به مره ثانيه تريدون نبدي دايركت ندخل بالانترنت ما عندي مشكله. فهذا شويه انه خلينا نقول موضح اكثر بالنسبة لمايكروسوفت الوورد اللي هو هذا اللي احنا ناخذه، هذا احنا وقتها سابقا اخذنا 2007، بس هو نفس الشيء 2007 2010 هو نفس السيستم. تمام؟ فتحبون نبدي يعني نسوي ريفيو سريع لو نبدي دايركت بالانترنت؟ هو نفس الديزاين نفس الشيء. يقول لكم كيف الدكتور؟ عادي احسكم تدرب ويو سريع حتى المهم نفيدكم هذا، وهذا بالنسبه لكم هذا الوورد بس للاطلاع، يعني ما مطلوب من عندكم، راح يطلب من عندكم من الانترنت، من راح يجي مطلوبه هاي المنزله من عندكم من الانترنت. اوكي؟ بس انا حاخذ لكم اياها لكم حتى تعرفون تميزون بين الوورد 2007 وبين الوورد 2010. ماشي طلاب؟ حتى تقول لهم المحاضره صارت علينا هوايه بالامتحان الفاينل. اوكي؟ هذا راح يكون لكم طلاب، هذا كله احنا اخذناه، راح تكون المحاضرة من الانترنت. دكتورة الصورة واقفة على الوورد. اوكي ما غير.
هسه راح تكون البروزن ولا ايه كنا أخذناها بمحاضرة على التوقعات بعد راح ناخذ احتمالين من الانترنت هذا من هنا راح يكون داخل بالامتحان الفاينل اللي قبله هذا يكون لكم يعني معلومات انفورميشن لكم طلاب يعني بس انتم لكم تستفادوا من عندها اوكي راح يكون من هنا من الانترنت اوكي طلاب واضح عرفتوا شنو اللي هسه اللي داخل من هاي الملزمه طلاب وياي من البيت 26 هسه 25 هذا كله الاطلاع لكم من 26 راح يكون داخل امتحان الفاينل اوكي تمام دكتور اوكي يلا خلينا نكتفي اليوم ان شاء الله نبدي المحاضرة ان شاء الله القادمة ناخذ الانترنت اوكي بس الاربعاء عندكم تسووا لي الهوم ورك تمام دكتور ان شاء الله اوكي فهذا راح ناخذه تدرون مثلا ناخذ شوية سريع ردوا سريع لو اي المحاضرة السابقة القادمة ان شاء الله حلو على المحاضرة اوكي طلاب نسمع اوكي دكتوره تمام ما عندك سؤالات انه هاي الملزمه راح يكون من صفحه 26 اللي هي راح تكون داخل الفاينل اما هذا البقيه راح يكون مجرد مقارنه بين الوورد 2007 بين الوورد 2010 اوكي تمام دكتوره تمام دكتوره راح تكون ان شاء الله لازم نعدكم الاسبوع القادم تجيبوا لي الهوم وورك اوكي ان شاء الله تمام يلا حبايب التوفيق عيني اكو شيء مو واضح طلاب قبل ما تروحون غادرون لا دكتورة واضح لا دكتورة واضح تمام شكرا جزيلا يلا حبايب باي باي سلام